صباح الرياضة ومشاوات الحيوية. كلنا نفسنا نوصل لجسم رياضي وعضلات بطن مشدودة، وده اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة في حلقتنا بجانب النصائح اللي هنقدمها لكم في نهاية الحلقة بتاعتنا. أول حاجة قبل ما نبدأ التمرين بتاعنا محتاجين إن احنا دايما نظبط الأكل بتاعنا والنظام الغذائي المناسب لجسمنا. بجانب التمرين اللي هنعملها النهاردة هنركز بيها على منطقة البطن ومنطقة الجناب. تعالوا بينا نبدأ مع بعض التمرين، يلا بينا. هبدأ بأول تمرين بايسكت كرانشز. هبدأ أنزل على ظهري، أحاول ألمس كوعي مع ركبتي. هنعمل بالتبادل 1 2، نحاول نجيب 12 عدة مع بعض. 4 5 6 7 8 9 10. طب لو مش قادرين نعمل نفس التمرين ده، لو حد لسه مبتدئ، نحاول نطلع مرة باليمين بلمس كوعي، 2 3، ده هيكون مناسب لو حد لسه مبتدئ. وبعد كده ناخد ريست 30 ثانية وهنعمل تمرين تاني برضو. هعمل هيل تاتشز، هنزل على ظهري، هحاول ألمس إيديا كعب رجلي. هنشتغل 10 عدات، 1 2 3، هحاول أحرك الوسط بس ظهري ثابت. 4 5 6 7 8، ونكمل لغاية 10. بعد كده عندي تمرين ثالث، هعمل سايد بلانك على جنبي، احاول اخلي جسمي كله لاين واحد، ساند على كوعي، ظهري مفرود، ونحاول نثبت في نفس البوزيشن ده لمدة 20 ثانية كبداية. ممكن نزود الليفل كل اسبوع، نبدأ نزود ثواني كمان عشان نوصل لأعلى مستوى فيه. نحاول على قد ما نقدر يكون جسمنا زي ما احنا في نفس البوزيشن ده نثبت فيه لمدة 20 ثانية. نبدأ نزود كل اسبوع على قد ما نوصل لأعلى مستوى احنا نقدر نعمله. هنعملها مرة على الجنب اليمين ومرة على الجنب الشمال. بعد كده هنعمل الراشن تويست، نرفع رجلينا هنا وخلي ظهري مفرود، ونحاول احرك جسمي يمين وشمال، بس على قد ما تقدر تخلي رجليك ثابتة وظهرك الوسط بس هو اللي بيتحرك. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو مش قادر نفس الوضع ده هخلي رجلي على الارض وبرضو احرك جسمي مرة يمين ومرة شمال. ممكن برضو استخدمه بالوزن، ازود المقاومة شوية. بعد كده هنعمل تمرين كمان بلانك ني تويست، اخلي ظهري مفرود، ايديا تحت كتفي، هبدا احرك ايدي ركبتي مرة يمين ومرة شمال. هنشتغل لمدة 20 عدة. 4 5 6 7 8، خلي ظهرك مفرود، 9 10. وبكده نكون عملنا مجموعة من التمارين، شغلنا بقى عضلات البطن وعضلات الجناب. طب النصيحة اللي حابين نقولها لكم في نهاية الحلقة، عشان نقدر نوصل لعضلات البطن المشدودة ونخلي بطننا تكون ظاهرة وشكلها كويس، محتاجين ان احنا نقلل على قد ما نقدر من استخدامنا للزيوت المهدرجة، كمان استخدامنا للسكريات، وكمان استخدامنا للدقيق الابيض والسكر الابيض، اللي هم اساسا اكتر حاجه بتخلي الدهون تتركز في منطقه البطن ومنطقه الجناب او في الجسم عموما. نتمنى النصائح اللي احنا قدمناها لكم، كمان التمارين اللي احنا عملناها لكم النهارده في الحلقه، تكونوا استفدتوا بيها، ونشوفكم في حلقه تانيه جديده.